الذهبي الأحمر للقبيلة الحمراء هو واحد من اللاعبين القلائل الذين جمعوا بين الفن والموهبة داخل القلعة الحمراء. هو أحمد بلال أو أحمد جوال، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأسبق، وأحد أبرز هداف النادي الأهلي منذ أن تم تصعيده من فرق الناشئين إلى الفريق الأول، بعدما ظهرت موهبته التهديفية ومعرفة شباك المنافسين بكافة الطرق منذ نعومة أظافره، فضلا عن أنه كان يتميز بالمهارة بجانب موهبته الخاصة في إحراز الأهداف سواء بالقدم أو الرأس. بدأ بلال رحلة التألق والإبداع مع الساحرة المستديرة عن طريق نادي الشرقية، ثم انضم لأشبال الأهلي قبل أن يتألق بشكل لافت للنظر، وهو ما جعله على رأس قائمة منتخب الشباب الذي شارك في مونديال 99، وكانت بمثابة الانطلاقة نحو النجومية. بعدها استطاع أن ينافس وبقوة لكي يحجز مكانه في هجوم النادي الأهلي، خاصة مع الفرصة الذهبية التي منحها له المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه في الدور الثاني من موسم 2001-2002. شكل بلال ثلاثيا مرعبا مع زميليه السابقين في الفريق خالد بيبو ورضا شحاتة في تلك الفترة التي لعبها، وكانت أهداف الثلاثي عنوان انتصارات الأهلي في الموسم التالي. وبرغم رحيل جوزيه إلا أن بلال واصل التألق مع الهولندي بونفرير، وبرغم خسارة لقب الدوري آنذاك إلا أنه حصد لقب الهداف برصيد 19 هدف. خاض أحمد بلال فترة احتراف قصيرة في تركيا، ثم عاد مرة أخرى إلى القلعة الحمراء لينتقل بعدها إلى نادي سموحة السكندري موسم 2010-2011، وظهر تألقه من جديد، ثم انتقل إلى نادي إمبي في بداية موسم 2011-2012، ثم انضم لصفوف نادي الوحدات الأردنية، ثم رحل عنه في يناير عام 2014. ودائما وأبدا تتذكر الجماهير المباراة الشهيرة التي أقيمت بين الأهلي والإسماعيلي في عام 2002 وانتهت بالتعادل 4-4، وهي التي شهدت تألق أحمد بلال داخل المستطيل الأخضر ونجح في انتزاع آهات الجماهير سواء داخل المدرجات أو شاشات التلفزيون. هي واحدة من أفضل المباريات التي خاضها في حياته الكروية، ولقد توج أحمد بلال مع القلعة الحمراء بأكثر من 12 بطولة جاءت على النحو التالي: 3 بطولات دوري عام و3 بطولات كأس مصر، كما حصل على 3 بطولات أفريقية و3 بطولات سوبر أفريقي. ليبقى أحمد بلال واحد من أبرز هداف النادي الأهلي والكرة المصرية الذين افتقدهم المستطيل الأخضر بسبب الاعتزال. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل ضيفي وضيفكم واحد من صراحه الفراوده المميزين للغايه، من اذكى المهاجمين اللي ممكن تشوفهم في الفتره الماضيه فتره الالفينات، كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن احمد بلال الشهير باحمد الجوال. مساء الخير ابو الكباري. مساء الخير يا ابو حميد، ازيك ومسال مستمعينك ومشاهدي قناه الاهلي وكل جمهور الاهلي. وحشتنا يا كابتن. ربنا يخليك يا رب. تسلم يا كابتن، ربنا يعزك. السوبر السوبر حاجه جميله. لا قبل ما اتكلم في السوبر، شفنا شويه اجوان ما ينفعش نسيبهم كده، يعني ماتش الاهلي والاسماعيلي وعمال تلف وتعمل ترنات وتجيب اجوان جامده جدا. يعني اتكلمنا الاول على الاجوان دي كانت بتيجي ازاي؟ انا كان معايا حبيبك طبعا فاروق، كان هو اللي كان بيلعب معايا فاروق في المباراه دي، يمكن برضه سجل هدف بدماغه حلو جدا. فاروق تطلع الكره تتلعب عليها تلاقي لازم تبص تلاقيها في الشبكه، يعني كان مميز الحقيقه جدا في ضربات الراس، وانا كنت سايب له 18 خالص هو يشتغل فيها يشتغل فيها براحته. كان الماتش ده فعلا من افضل الماتشات اللي انا لعبتها واللي شفتها الحقيقه، سواء اذا كان في الملعب او بره الملعب. انت على مستوى مستمتع وانت بتلعب؟ انا كنت لعبت 6-1 ولعبت الاسماعيلي 4-4، ولعبت تقريبا ماتشات كتيره جدا الحمد لله. بس المباراه كنا كلنا مستمتعين فيها، حتى بعد ما خسرنا المباراه احنا مبسوطين من الاداء. وكان مستر مانويل برضو جوزيه كان مبسوط من الاداء ومبسوط من اللعب والروح بتاعتنا، بنتغلب وبنرجع ونتغلب تاني ونرجع تاني وبعدين نتغلب يعني كانت المباراه رائعه جدا جدا الحمد لله. اديت فيها انا بشكل رائع، سجلت يمكن فيها هدفين برضو من افضل الاهداف اللي انا يمكن سجلتها في مسيرتي مع النادي الاهلي. بس في حاجه كابتن برضو، ودي حاجه من يعني من المميزات اللي موجوده، انا شايف اجوان باليمين وبالشمال، يعني اللاعب لازم يكون عنده الرجلين وخاصه المهاجم الاثنين شغالين.
طبيعي. يعني انا بشوف ان الفرود او المهاجم يعني لازم يبقى عنده مميزات كتير قوي يعني. يعني يلعب بشماله ويلعب بيمينه ويلعب بدماغه. ممكن يبقى في فرود مميز شويه في الكرات العاليه زي ما كنا بنتكلم على فاروق كده، ان هو مثلا الكرات العاليه كلها مميز فيها تمام، ولكن برضه بيعرف يجيب جوال برجليه. لكن هو الفرود بطبيعه الحال اولا لازم يكون ذكي جدا، اذكى من المدافعين اللي موجودين اللي بيلعب عليهم، لازم يكون تحركاته سريعه داخل ال 18، لازم يكون فعال. جون ده طيب يعني ما ينفعش اسيبه برده. جون بتاع المقاولين انت جبت اربع تجوان، جبت اربعه في في الماتش ده، بس انت ده جبته يعني بوش رجلك الخارجيه. انا عملت كره عماره لما لعبها والله حبيت اعمل حاجه زي الخطيب كده كانت الخطيب يعني فقلت يعني وهي بتتلعب قلت لا هلعبها بوش رجل الخارجي كده فاهم، يعني ما بين كعب رجلك وبين وش رجل الخارجي، فعملتها فراحت في الجول. يعني عارف يعني عارف تستمتع انت في حاجات كده بتحبها. ده حقيقي. والجون ده يتدرس للمهاجمين ان ازاي كده كده النادي الاهلي فيرودا هيلعب تحت ضغط اكيد طبعا، ازاي يقدر يعمل الترن بقى الترنايه ويغير اتجاهه كده وياخد المساك في ظهره ويفتح زاويه التسديد. بص لو الجول ده لو جبته من البدايه هي دبل باس وانت مع حسام غالي من نص ملعب، والكره الكره لما جات لي انا دايما بحب يعني لما اول ما المدافع يعني يكون لازم فيك على طول او داخل فيك على طول، دي بتبقى النقطة المهمة بالنسبة لي في انك انت تعمل الترن بسرعة. لما المدافع بيبتدي يدخل عليك بيبقى هو ده التوقيت اللي تلف بالمدافع فيه. فلما دخل عليا كان اسلام الشاطر ساعتها، لما دخل اسلام قمت لافف بيه وحطيت رجلي الشمال قدام رجله اليمين عشان ما يقدرش ما يبقاش عنده الزاوية ان هو وهنا بقى احساس المكان. وده بص هي دي زيها بالظبط، بس ده انا كنت لوحدي يعني، بس انا لفيت بالكره بصراحه حطيتها في الزاويه البعيده. لكن الاول اصعب من ده بكتير. الاول اصعب عشان تحت ضغط، في ضغط انا كمان وقعت. يعني انت لو هتجيب الجول الاول انا كمان وقعت وسندت بايدي اليمين على الارض، ايدي الشمال على الارض، وجبت الكره تحت رجلي وشطها بشمالي. عارف هي راحت بالشمال، انا مش شفتهاش غير في الشبكه على فكره يعني. والجون ده الجول ده برضه بالشمال يعني. بس يعني ليه ذكرى اكيد اهداف الزمالك ليها ذكرى. طبعا بص وائل جمعه طبعا لعب الكرة بدماغه. انا خدتها على صدري، ويمكن بقى وانا باخدها على صدري يعني عايز احدد العبها باليمين ولا بالشمال. فبص هي لما نطت انا ما استنيتش بقى تلف على يميني عشان العبها، قمت لعبها بند يعني هتخبط في الارض كده عشان تروح سريعه شويه. بص من هنا كنموذج حطيتها في زاويه وهي تخش على فكره، حطيتها بوش رجلي الداخلي كمان. ما شطهاش يعني، ما رضيتش الشوطه ممكن تطلع فوق. عبد الواحد عشان انت قريب من الجول، عشان انا قريب من الجول فقلت احطها بوش رجلي الداخلي على الارض تبقى تروح اسرع وتروح في زاويه بعيده. فده حصلت والحمد لله قدرت اسجل منها هدف. بص الجول بتاع الاتحاد ده لو شفته برده يعني انا نفسي الفراوده يعني ان شاء الله الفراوده النادي الاهلي اكيد يقدروا يعملوا كده مع التدريبات مع المدربين المحترمين الموجودين في القطاع دلوقتي. دايما الفرد محتاج يبقى عنده ثقه. يعني الكره لما اتلعبت لما رضا شحاته لما عمل الكروس ده انا وقفت الكره في السكس يارد يعني، ودي من النادر لما تلاقي لعيب الكره تجي له وموقفها في السكس يارد. لا من يعني لو عندك ثقه في امكانياتك وفي قدراتك وشايف كويس وعارف انت واقف فين تقدر تعمل اي حاجه في الكوره. يعني مش بالضروره، عشان كده دايما كنت انا بقول ايه، بقول وليد ازارو لعيب مميز جدا بس محتاج الحته دي، محتاج الثقه والدعم الكبير عشان يقدر عشان يكون افضل مهاجم في مصر. دلوقتي ماشي بخطى جيده جدا، مؤشر بيزيد مع النادي الاهلي، المؤشر بيزيد طبعا، امكانياته والثقه بتعلى بتزيد شويه شويه. لكن لما كل مدى ما هياخد ثقه في نفسه، كل مدى ما هيسجل اهداف، كل ما الاهداف بتاعته هتبقى متميزه. مش بس ان هو بس بيسجل اهداف عاديه، لا هتبقى متميزه اكتر من كده. عشان دايما كده بقول ان المهاجم الصح لازم يكون عنده ثقه كبيره جدا في نفسه. لو ما عندكش ثقه في نفسك كبيره وفي امكانياتك وانك انت تقدر تسجل من اي مكان هتبقى الامور صعبه جدا عليك. انا عايز اقول لك كمان انت في ماتش الاهلي والزمالك السته ما احرزتش. لا ما سجلتش بس كان ليك دور مهم جدا. انا بيبو لما سجلت له الهدف احنا صنعناه من البدايه. الكره بتاعت ابراهيم سعيد انا طلعت مع عبد المنصف وعكننت عليه شويه. ايوه عكننت على عبد المنصف. في كوره انت يعني برضو على ال 18 كده وقفت دي بتاعت بيبو. بتاعت بيبو وهو جه راح حاططها هو انت انا خدت الاثنين في ظهري يعني. كان بشير التابعي عملت له سكرين كان بشير ومدحت قمت انا عامل له ستاره كده وقفت له الكوره وحطيتها. هو كمان بيبو حطها حلو قوي بصراحه قوي يعني بصراحه. وهي دي بص هي دي ميزه التعاون في الملعب، انك انت يبقى في كوميونيكيشن بينك وبين اللعيبه زمالك في الملعب، يبقى انت حافظ اللعيب زميلك وعارف امكانياته ايه. يعني انا مثلا لما كنت بلعب مع بيبو مثلا دايما لو اتطرفت اديله في مساحه. هو اصلا بلعب مع فاروق مثلا واتطرف على لازم يدي الكره عاليه، وادي له كره عاليه هيجيبها جول. كل واحد من زمايلك ودي برده لازم
يعني الناس تحفظها والناس تشتغل عليها كويس قوي، ان انت لازم تعرف الميزه اللي عند زميلك. يعني ابو تريكه لازم تديله في رجله عشان كنترول حلو، بيرقص كويس، تحرك له كويس. يعني في لعيبه كمان اول ما الكره تجيله كمان تبقى انت عارف هتتحرك ازاي عشان عارف امكانياته ازاي، هيقدر يوصل ولا مش هيقدر يوصل. في لعيب مثلا في نص ملعب الكره تجيله، يعني انا حسام عاشور مثلا، يعني حسام عاشور الكره تجيله لازم اظهره في اي مكان في الملعب، تمام؟ لانه حسام عينه كويسه وبيواصل كويس. حسام غالي لازم اروح اعمل له اتحرك له ما بين الاثنين المدافعين، هو يعني عارف لازم الفرود يبقى حاسس وعارف زمايله بيتحركوا ازاي، ودي من المميزات اللي بيتميز بيها اي فرود كويس، اي فرود محترم لازم يبقى عارف الامكانيات اللي عند زمايله ايه. ودي من اهم العوامل اللي بتخليه انه يتالق. طبعا انه يعرف يترجم شغل زمايله كلهم. صح. يقدر يصنع الفارق، لان في بعض الاوقات مش لازم راس الحربه يكون مكنه اهداف، ولكن بيشتغل مع الفريق الشغل الجماعي. وده اعتقد طريقه لعب النادي الاهلي، يعني مش بس دلوقتي، ده في كل العصور. يعني انت بص على الهدف الاول كمان بتاع رضا الشحات، احنا عملناه ازاي؟ يعني لو هنا عندكم الهدف زمايلنا بيجيبوا، بص عليه احنا اشتغلنا فيه ازاي. اشتغلنا فيه انا وبيبو وحسام غالي. اشتغلنا في الهدف بتاع الهدف ده الهدف. بص انا اهو انا اللي خدت الكوره كده وخدتها ولعبت حسام غالي من ورا، وحسام غالي على طول اشتغل. هو ده يعني هي دي حلقه الوصل اللي احنا بنتكلم فيها، ازاي انك انت تقدر تساعد زميلك في الملعب، ازاي زميلك يقدر يساعدك، ازاي تقرا امكانيات هي المشكله بس الناس كلها. كابتن بلال ما شفتش وانت بتسحب الكره بتعمل باص، ولا شافت حسام ولا شافت الجول اصلا. هو بسم الله الرحمن الرحيم، والهدف الاول الهدف الاول رضا شحاته. الهدف الاول رضا شحاته، يعني هي ده بس المشكله. لكن هو لو انت بصيت هنا بيبو عمل الضغط، بيبو ضغط خد الكره، لا ما خدهاش كره. يعني حسام ابراهيم قطعها، فانا جه ضغط مدحت انا رقصت كده ولعبت الكوره، لعبت الكوره حتى عكس اتجاه تامر عبد الحميد. عكس اتجاه تامر عبد الحميد، تامر عبد الحميد. وهنا حسام غالي بقى طبعا الرؤيه، وشايف ان الباك الشمال لنادي الزمالك طارق السيد متقدم، كان متقدم. رضا شحاته جول، رضا شحاته كان هدفه، واحنا كنا بنلعب عليه على فكره. احنا حتى الماتش ده كان مستر مانو دايما كان بيقول لنا احنا بنلعب ثلاثه قدام، انا وبنلعب ثلاثه على خط واحد. كان دايما يقول بص عايزكم تضغطوا من ال 18 بتاعت نادي الزمالك، من يعني عارف انت متخيل انت بتنزل. احنا كنا بالظبط كاننا بنلعب دلوقتي بطريقه المان سيتي بالظبط. نعم. نفس الطريقه، ثلاثه فراوده، بس احنا ثلاثه كنا على الخط واحد بقى، مش فرد واثنين تحديد. فاحنا الثلاثه كنا بنضغط على فرقه نادي الزمالك، على الاربعه اللي بتوع نادي الزمالك. هو عندك مكانتين جري، يعني عندك هنا رضا وعندك هنا بيبو، الاثنين ايه سرعات حاجه ويريحوك دول جدا. عايز اقول لك يعني انت مستريح وانت بتلعب معاهم. لعيبه هايله جدا، امكانياتها كويسه، عندهم سرعات عاليه جدا جدا جدا، كمان مريحين في اللعب. يعني عارف الفتره دي الحقيقه كان كل فراوده نادي الاهلي الحقيقه لعيبه كبيره جدا. كان كنت انا موجود وكان فاروق موجود. ده الجول اللي انا رايح بيبو هو الكره، انا بشاور له كمان يعني فاهم. انت اهو جاي وقفت على الكوره. رضا سيكا، رضا سيكا خد كده حلوه. انا قلت لك رضا سيكا، عملت له السكرين وهو راح جاي كانه بيشوط ضربه جزاء. حلو. هو جول حلو. هو حطها حلو بصراحه خالد. ودي من الحاجات وانت برده شوف بتشتغل فيها من الاول. انا اشتغلت فيها من الاول الكره دي بقى. عشان برده يعني زي الجول الاول بالظبط. اشتغلت فيها من الاول. بس دي انا وخالد بيبو اشتغلنا فيها مع بعض. الاولانيه اشتغلت انا وحسام غالي ورضا شحاته. وهنا دور بقى كابتن الفرود. ما سجلتش لما اكون مفكك، كان ليك فرص كتير على فكره في الماتش ده. ضيعت ثلاث اربع فرص. ثلاث فرص كتير. ولكن شغلك الايجابي مع الفرقه، تعاونك مع زمايلك، وصلك في الاخر انت عملت المطلوب منك. اكيد مستر مانويل ممكن اكيد عنفك شويه على الفرص، بس في نفس الوقت لا بالعكس. انا عايز اقول لك انا ما جبتش جوان، بس الراجل الحقيقه ثاني يوم يعني قعد كلمني، يمكن قعد نص ساعه قبل انا ما ثاني يوم. كان يوم ثاني يوم كان عندنا تدريب، بس انا ما اتدربتش، كان عندي اصابه في رجلي. قعد الحقيقه نص ساعه. النادي الاهلي كسبان سته، وثاني يوم تمرين. وثاني يوم تمرين هو ده ثاني يوم تمرين. عشان كان ماتش الاسماعيلي بعدها بثلاث ايام. فراجل كلمني قال لي بص، برغم ان انت ما سجلتش الهدف، بس انا شايفك من اميز الناس النهارده اللي كنت موجودين في الملعب. الهدف الاول اشتغلت فيه، والهدف الثاني اشتغلت فيه، والهدف الثالث اشتغلت فيه. بتلعب على اثنين ستارد باكات، وكان ساعتها منتخب مصر. طبعا بيلعب منتخب مصر. بشير التابعي موجود، وكان رضا سيكا، ومدحت عبد الهادي. يعني انت بتتكلم في برضه في ثلاثه تقال جدا، فتحنا مساحات كثيره جدا، عملنا ماتش هايل رائع جدا. يمكن برضه فاروق نزل مكان المباراه دي وضيع برضه هدف، ضيع كوره من الذين كانوا ممكن يجيب سبعه. ضيع هدف برضه جميل، ضيع كوره. بس هو الفريق كله كان في الفتره دي برضه فاروق كان مميز جدا الصراحه. الماتش اللي بعديه على طول الاسماعيلي كنا بنلعب انا وهو، احنا الاثنين اساسيين. هو جاب الجول الثاني، جول التعادل، وانا كنت جايب مسجل الهدف الاول، هدف برضه التعادل. الجول الثاني صعب جدا يعني كفاروق بقى بيلعب بالدماغ صعب. لا بص على فاروق مش صعب. يعني انا بامكانيات فاروق، اللي انا فاروق انا زميلته منتخب اولمبي ولعبنا مع
بعض في الناشئين، كنت انا بصعد العب معاه ولعبنا بعض، هو لعب قبلي طبعا في الدرجه الاولى. على فاروق لا مش صعب يعني، جت سنه من السنين كده كنت انا موجود بلعب، لسه انا طالع وهو كان بيلعب اساسي، يعني كل كره تتلعب بالعرض احنا عارفين هي جايه جول، دماغ ما شاء الله حاجه تفرق، هي مش كبيره قوي يعني بس هو مميز في العاب الهواء الصراحه، من الناس اللي كانت بتصنع فرق، وانت محتاج انك يكون عندك فروت بيجيد العاب الهواء. انا اتمنى النادي الاهلي دلوقتي يبقى عنده فراوده من يعني من الشكليه دي، يعني للاسف الشديد يعني انا حزين ان مفيش فراوده من الاهلي تطلع دلوقتي. يمكن وليد وليد ما كانش فاروق صريح، ولكن يعني انا وعماد متعب، محمد فاروق، اسامه حسني، في احمد ياسر ريان من يعني اتمنى انه ياخد فرصه، يعني انا بتمنى طبعا ياخد فرصه صراحة. اتمنى طبعا ياخد فرصه حقيقيه، لكن احيانا الظروف ما بتسمحش انه ياخد الفرصه للاسف الشديد يعني، لكن اتمنى ياخد فرصه، لان دايما بص لو ما كانش لعيب النادي الاهلي او فرد النادي الاهلي اللي طالع من الناشئين يبقى افضل من الفراده اللي موجودين بره، يعني هتبقى حاجه الحقيقه صعبه جدا. فانا اعتقد ان اي فرد طالع من النادي الاهلي هيبقى المفترض ان هو افضل من كل الفراده اللي موجودين، مع احترامنا طبعا لكل الانديه، هي النقطه يعني وجهه نظر، مع احترامنا لكل القطاعات، لكن الطبيعي جدا انه فرد زي ما شفنا كم يعني احنا النهارده في الجيل بتاعنا كنا بنلعب 2 و3 في منتخب مصر، فاروق كان بيروح منتخب مصر وانا كنت بلعب مع المنتخب الاولمبي، احنا الاثنين بنلعب سوا اساسيين في المنتخب الاولمبي، اثنين من النادي الاهلي، ده معناه ان انت عندك مدرسه محترمه في النادي الاهلي بتخرج فراوده محترمين يعني. ودي طبيعه النادي الاهلي، هو ده حقيقي. وانا برضو هقول لحضرتك تاني ان احمد ياسر ريان من اللعيبه الصاعده الواعده وبيخش جوه المنظومه، حتى بتحس بيه في التمرين، له شخصيه وله تواجد، ومن اللعيبه اللي كمان بتلعب دماغها بشكل كويس قوي. اتمنى بس الظروف تساعده، لان انت اوقات جدا الظروف ما بتساعدكش يعني، هي الفكره هل الظروف تسمح دلوقتي ان احمد يشارك ويلعب؟ هل بس هو ضيق المباريات تسمح؟ هي دي الفكره. وجوده مع كابتن حسام بدري وبقاله فتره ده بيبين ان في ثقه من الجهاز. اكيد اكيد طبعا، انا معاك. ان شاء الله يكون له دور في الفتره المقبله، ايضا مع عوده مروان مره ثانيه. عايز اخدك للسوبر، عايز اخدك لهزاع بن زايد، ملعب اللي في الامارات، الملعب الجميل، عايز اخدك للاجواء، للقاء، يعني مجمل لقاء السوبر كابتن احمد شايفه ازاي؟ الحقيقه يمكن دي ثالث سوبر يتلعب في دوله الامارات، حاجه رائعه جدا طبعا، جمهور الاهلي والحضور رائع جدا في الامارات، شكلنا حلو قوي، المباراه كمان فنيا مباراه رائعه جدا، الاجواء هناك اتمنى ان خلاص الاجواء في مصر تبقى زي كده بالظبط، احنا خلاص اصبحنا مستعدين اعتقد لحضور الجمهور في الاستاد، اصبحنا مستعدين ان جمهورنا يبقى موجود معانا ويأزر النادي الاهلي في الاستاد في اي وقت، ده طبيعي جدا خلاص يعني. احنا شفنا في مباراه الاهلي والزمالك هنا في القاهره كان في برضه بعض من جمهور النادي الاهلي كان موجود، اللي كانوا بيأزروا النادي الاهلي، النادي الاهلي قدر يكسب الزمالك وبعد كده طلع للسوبر. المباراه الحقيقه كانت صعوبتها في التوقيت الصغير، ان ما كانش في توقيت كبير للنادي الاهلي ان هم يعملوا ريكفري، ان هم ياخدوا الراحه بتاعتهم. راحوا سافروا، لعبوا مباراه الحقيقه رائعه جدا من وجهه نظري، كان ممكن تخلص بدري المباراه، بدري عن كده المباراه، ولكن لظروف النادي الاهلي وظروف ان النادي الاهلي لعب مباراه وان هم كان عندهم قبليها مباراه بثلاث ايام وبعدين ظروف السفر، فالاداء بتاع النادي الاهلي طبعا هو يستحق ان هو يكسب المباراه دي بشكل كبير، ادى اداء رائع جدا تكتيكيا، خططيا، بدنيا كمان، النادي الاهلي افوق بكتير جدا من المصري. كابتن حسام عمل كل حاجه في المباراه، كان ممكن بس التغييرات تبقى قبل كده شويه، النادي الاهلي كان ممكن يسيطر قبل اكتر من كده، كان ممكن يسجل في خلال ال 90 دقيقه بعض الفرص اتيحت طبعا للنادي الاهلي، ولكن مجمل مباراه النادي الاهلي افضل بكتير جدا من النادي المصري. طب وليد ازارو يعني انطباعك عنه في هذا اللقاء، وهو حتى كان مسجل في ماتش الزمالك ومسجل في المصري وسجل في المصري قبل كده. شوف وليد، انا قلت لك مستواه يتطور يعني من كل مباراه لمباراه مستواه بيتطور. انا بس اللي ناقص وليد ازارو حاجه يمكن بسيطه جدا يعني، مع المباريات اكيد هيكتسبها، ان هو يكتسب ثقه ان هو يسجل هدف من اي مكان. يعني هو لعيب عنده امكانيات، بيضغط كويس، لعيب سريع، بيلعب مع زمايله كتير في الملعب، بيصنع اهداف برده، ودي برده ميزه في وليد ازارو، بيتحرك كتير، بيتحرك كتير، لكن في بعض الفرص محتاج انه يفكر بهدوء شويه، عارف، محتاج ان هو يبقى هادي بس شويه. لو وليد ازارو هدي في منطقه ال 18 اعتقد انه ممكن يسجل اهداف اكتر من كده بكتير جدا، وتبقى اهداف حاسمه ومهمه جدا للنادي الاهلي زي ما سجل في مباراه السوبر. طيب احنا هنطلع نشوف تقرير عن وليد ازارو ونرجع ونكمل كلامنا مع كابتن احمد اجوال.
المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه هداف بالفطرة من خلال تواجده داخل منطقة الجزاء وفي المكان المناسب الذي يسهل مهمة زملائه، رغم ما يثار من جدل حوله منذ انتقاله مطلع الموسم الجاري للقلعة الحمراء قادما من الدفاع الجديد المغربي بسبب اقتناع قطاع كبير من الجماهير بإمكانياته الفنية والبدنية، في الوقت الذي لا زال هناك قطاع آخر يحاول تقليل من قدرات المهاجم الدولي بسبب إهداره للعديد من الفرص في مباريات الفريق الأحمر. لغة الأرقام لا تكذب وتؤكد أن القطاع المقتنع بإمكانيات أزارو هم الفئة التي على صواب، فالفهد المغربي يعد صفقة ناجحة للأهلي بكل المقاييس بالنظر لأهدافه وإيجابياته بعد مشاركاته مع الأهلي سواء على المستوى المحلي أو على الصعيد القاري. أزارو ورغم ما يتعرض له من انتقادات سجل مع الأهلي 16 هدفا في كل البطولات التي شارك بها، وكان آخرهم هدفه الحاسم في مرمى المصري البورسعيدي والذي أهدى به بطولة السوبر لجماهير القلعة الحمراء، ليكون أول لاعب أجنبي يسجل في مباريات السوبر مسجلا أول بطولة له بقميص الفريق الأحمر. انسجام أزارو مع زملائه في الفريق خلال الفترة الأخيرة انعكس عليه بإيجابيات كثيرة تساهم في منافسته على هداف الدوري وتشير إلى أن مهاجم أسود الأطلسي سيكون واحدا من أفضل المهاجمين داخل القارة الأفريقية في القريب العاجل. أزارو على الطريق الصحيح ويحرز أهداف وبيتألق صراحة وبيزيد من مباراة لمباراة، ودي حاجة من الحاجات الصراحة اللي تحسب كابتن حسام بدري، لأن يمكن في بداية مشاركته كان عليه كابتن بلال العديد من الانتقادات، ولكن دلوقتي خلاص ابتدت الناس تقتنع أنه لاعب يصنع فارق يحرز أهداف، عنده معدل جري رهيب الصراحة ما شاء الله عليه، الجانب البدني عنده عالي جدا كابتن بلال. هل تعامل بلال مع زمايله كان ادى الافضليه للنادي الاهلي خلال مجريات اللقاء؟ تعامل أزارو نعم. شوف انا لسه بقول لك هو لعيب يعني بيصنع اهداف بيسجل اهداف، لعيب متعاون داخل الملعب، يمكن في اكتر من كوره كان ممكن مثلا انا بحس الفيرود يروح واحد على واحد، لكن كان بيفضل ان هو بس ان يباصل زمايله. لا هو لعيب متعاون جدا، انا بس بقول لك هو وليد لو هدى شويه هيسجل اهداف اكتر من كده، هو ممكن بسبب الضغط اللي عليه، الضغط الكبير اللي اتعمل عليه ان هو ما بيسجلش اهداف في الاول، ان هو بيضيع فرص سهله كتير جدا، الانتقادات اللي حصلت في بدايه وليد أزارو في بدايته مع النادي الاهلي ممكن مخلياه برضه هو الحته دي مش هادي شويه، لكن هو من مباراه لمباراه بيتحسن بشكل كبير، مجهود كبير جدا في الملعب، قوه كبيره جدا، سرعه، زمايله كمان يعني بيحبوه، يعني واضح ان في تعاون مع زمايله في الملعب، في حب تمام، بيعتمدوا عليه بيثقوا فيه، يعني كتيره جدا يعني انت لو ما بتثقش في لعيب في الملعب مش هتديله مش هتمرر له، ده وضع طبيعي يعني عارف، خاصه في الاوقات الحاسمه يعني. لكن وليد أزارو طبعا اللعيبه بتعتمد عليه بشكل كويس، مهم جدا ان زمايلك في الملعب يبقى عندهم ثقه فيك، ودي واضحه من في لعيبه النادي الاهلي مع وليد أزارو، ودي نقطه مهمه جدا يعني بالنسبه للفيرود، كمان هو حاسس ان زمايله بيثقوا فيه، ودي حاجه مهمه جدا وحاجه تخليه يكمل، يعني الهدف ده من الاهداف الحلوه بصراحه، يعني الاهداف الجميله، بص استنى توقع كويس قوي، ودي حاجه من مميزات الفيرود، لسه كنا بنتكلم ان هو يتوقع كويس جدا الكره فين، يبقى لعيب ذكي داخل ال 18 وخارج ال 18 كمان، ازاي يقدر يتعامل مع المساكين او مع الاستوبرات اللي بيلعبوا عليه. يمكن المباراه اللي فاتت هو الحقيقه كان عنده مستين، قدر يتعامل مع كوفي لان كوفي كمان يعني قوي جدا وكان بيضرب كتير جدا، كان ممكن وليد يطلع مصاب في المباراه دي، لكن قدر يتعامل بشكل جيد. الحاجه الثانيه قدر ان هو يستغل الخطا بتاع حارس المرمى، يعني اي لعيب ثاني ممكن من بعيد يبتدي يحلق في الدقيقه على حارس المرمى طبعا في يعني وقت الشوط الثاني، يعني هو رايح الدقيقه كام 106 بص هنا هنا هو مكمل يعني مكمل وعارف انه ممكن يغلط وصراحه ما أنا عشان كده بقول لك الذكاء، يعني لعيب ذكي وقدر يستثمر طبعا خطا حارس المرمى في وقت قاتل جدا، لعيب غيره في التوقيت ده اكيد مش هيروح، يعني خلاص هو يحلق من بعيد وخلاص يخلي حارس المرمى يشوط الكره اللي قدامه وتنتهي القصه على كده، وده طبيعي يعني. لكن كون ان هو يروح ويصر ويضغط على حارس المرمى طبعا فيها ذكاء، فيها امكانيات، فيها رغبه كمان كبيره جدا منه ان هو ممكن عايز يعمل حاجه داخل او عايز يسجل هدف النادي الاهلي. طب كابتن بلال، الصراحه تفوق كابتن حسام بدري على
اغلب المنافسين وخاصه المنافسين المباشرين، يعني سواء الزمالك سواء المصري، مصري تاني مره بيفوز عليه كابتن حسام البدري هذا الموسم، فاز عليه في الدوري ما قبل لا شيء، وكان ازارو برضو احرز هدف هو وليد سليمان. نفس الشيء امام الاسماعيلي، هل كابتن حسام البدري بقت جماهير النادي الاهلي تشعر بالثقه خاصه في الماتشات الثقيله؟ الناس جمهور النادي الاهلي بيثق في النادي الاهلي، بيثق في مديره الفني، بيثق في لعيبته، وده وضع طبيعي جدا. كابتن حسام البدري ادار مباراه الزمالك بشكل جميل جدا، لعب تكتيك رائع جدا، لعب بكل الناس اللي تقدر تكسب النادي الاهلي، لعب وليد سليمان، لعب مؤمن زكريا، وليد ازار، وعبد الله السعيد. لما حس ان في بعض الاوقات ان ممكن عبد الله السعيد المجهود البدني يقل شويه، استبدله باسلام محارب اللي قدر ان هو كمان يسجل هدف. فالحقيقه ادار المباراه بشكل رائع جدا كابتن حسام البدري، يحسب طبعا للتكتيك اللي لعب اللي دخل بيه المباراه، يحسب طبعا ان هو بيلاعب مدير فني بيحاول ان هو بيحاول ان هو يعني يضخ كل الامكانيات بتاعته لعيبه نادي الزمالك، ان هو بيلعب على الاستحواذ، بيلعب ان هو بيلعب بيباص من رجل لرجل، عايز يمتلك الكوره في الملعب باكبر قدر. كابتن حسام بدري قدر يلعب الكلام ده بشكل كويس، قدر كمان يستغل نقاط الضعف اللي كانت عند نادي الزمالك. النهارده المدير الفني الجيد هو اللي يلعب على نقاط ضعف الفريق الخصم. انت النهارده بتلعب نادي الزمالك، وارد جدا ان نادي الزمالك يستحوذ، وارد جدا ان نادي الزمالك يبادرك بالهجمات، لان انت بتلعبش تيم صغير، بتلعب تيم كبير. لما كابتن حسام بدري يقدر يستغل الثغرات اللي موجوده عند نادي الزمالك، يستغل نقاط الضعف اللي موجوده عند الاثنين الباكين بتوع نادي الزمالك، ويلعب من خلفهم، دي ذكاء للمدير الفني. تحسب طبعا كابتن حسام ان هو ادار المباراه بهذا الشكل، قدر يخرج من المباراه بنتيجه 3-0. انا كنت شايف ان المباراه ممكن توصل لخمسه او سته، لو كان لعيبه النادي الاهلي كان عندها الرغبه اكتر من كده ان هم يكملوا ويسجلوا اهداف، كان ممكن النادي الاهلي يخرج. موضوع الاصابات كابتن بلال، يعني ربنا يشفيه طبعا رامي ربيعه، خلاص الاشعه اثبتت ان هو عنده قطع جزئي في العضله الضمه وعلاجه هيحتاج لشهرين، ورامي من اللعيبه الصراحه الجمال، ولكن تلاحم الماتشات اللي لا يحدث الا في مصر، كل ثلاث ايام انت بتلعب ماتش تقيل وبتسافر وبتيجي، وحتى اضطر كابتن حسام انه يلعب محمد هاني مساك في هذا اللقاء. محمد هاني مساك وبيلعب ايمن اشرف، واحد بيلعب ناحيه الشمال وواحد بيلعب ناحيه اليمين، الاثنين النهارده هم دول الاستمرارات بتوع النادي الاهلي. يعني صعب طبعا، يعني بص، وقدر النادي الاهلي هو بطل طبعا، واقدار الابطال دي بتبقى يعني مش بايديهم، يعني النادي الاهلي بيلعب افريقيا فبيرجع عنده اكتر من مباراه مؤجله، اللعيبه بتاعته بتلعب مباريات دايما باستمراريه، فوضع طبيعي ان يحصل فيه الاصابات دي، وضع طبيعي جدا. بس الكلام ده ممكن، انا شايف هما كانوا بيتكلموا ان الكلام ده الموسم القادم مش هيبقى موجود، ان انت هتبتدي الموسم في شهر 8 وهتنهي الموسم في شهر 5، فيبقى عندك فتره راحه. الموسم الماضي ما كانش فيه اي فتره راحه خالص زي ما انت عارف، تلاحم المواسم في بعض، يعني انت لعيب في اوروبا بيلعب كل 3 4 ايام، لكن بياخد شهر اجازه اخر السنه. هي دي الفكره، ان انت النهارده بتريح اللعيب، بيجي اخر الموسم بياخد شهر اجازه، فخلاص يعني بيعمل الريكفري بتاعه بشكل كويس، الاستشفاء بتاعه بشكل كويس، بيبعد عن الملعب، بيستريح، بيبتدي فتره اعداد بشكل جيد، بيعمل فتره اعداد قويه جدا تساعده ان هو يكمل الموسم. لكن كون ان انت تخلص الموسم بتاعك الموسم الماضي وتبتدي تكمل في الموسم اللي بعديه دون فتره توقف اللعيب ياخد فيها الراحه بتاعته، دي تاثر سلبا كمان، مش بس على لعيبه على النادي الاهلي، تاثر كمان على منتخب مصر. النهارده مين يقول ان اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي النهارده، لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك، في شهر 6 اللي جاي يقدروا يكملوا وهم لاعبين موسمين قبل كده متلاحمين؟ صعب جدا على اللعيبه دي اللي موجوده في الملعب دي ان هي تكمل بهذا الشكل. انت بتتكلم في كمان 6 شهور على لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك، لكن الاهلي اكتر طبعا، لان الاهلي خاض بطولات افريقيا. الاهلي بيعاقب، خاض بطوله افريقيا ولعب وصل لحد الفاينل، فاينل افريقيا طبعا. فلعيبه النادي الاهلي اكثر اجهادا، لعيبه النادي الاهلي بتعاني بشكل كبير جدا. المدير الفني يعني لما يبقى عندك ازمه ان ممكن عبد الله السعيد يبقى مش موجود، ممكن حسام عاشور ما كانش موجود. عبد الله النهارده ما اتمرنش مع الفرقه وعمل تمرين خاص، لان طبيعي حاله الاجهاد، وهو حتى حسام عاشور قبل كده برضو اصابه قعدت فتره، وليد سليمان برضو اصابه قعدت فتره، مؤمن زكريا، لعيبه كتيره جدا من اللعيبه اللي بتشارك في كل المباريات، وضع طبيعي ان هي تتصاب، وضع طبيعي ان هو يحس بالاجهاد، وضع طبيعي ان الفرقه تستعد. اصابات في الدفاع، سعد عاد ولكن نجيب لسه، سعد وربيع ونجيب طبعا، وفتحي اوقات كتيره جدا، عبد الله السعيد اوقات كتيره، علي معلول، حسام عاشور، وليد سليمان، بتتكلم على تيم بالكامل. ما هو تيم النادي الاهلي عشان بيلعب كل المباريات، كمان انت ما عندكش فرصه ان انت تقف، يعني انت بتخلص منتخب مصر تلعب في افريقيا، تخلص افريقيا تلعب في الدوري العام، تخلص الدوري العام بتروح كاس مصر، والاهلي بيلعب في بيصل لكل النهائيات وسوبر، يعني انت كمان بتتكلم على فريق بيلعب كل النهائيات، يعني الاهلي نهائي كاس مصر موجود، لعيبه الاهلي نهائي افريقيا موجودين، لعيبه النادي الاهلي برضو في نهائي بطوله افريقيا موجودين. فالنهارده بتتكلم على فرقه لعيبه ما بتبطلش، ما بتريحش،
ما بتاخدش وقتها الكافي في ان هي تريح، يبقى عمليه الاستشفاء بتاعتها تتم بشكل كويس. عشان كده لعيبه النادي الاهلي اكثر اللعيبه المعرضه للاصابات، اكثر من لعيبه كمان الزمالك. يعني السنه اللي فاتت الزمالك ما وصلش نهائي الكاس، الزمالك ما وصلش نهائي افريقيا، ما وصلش نهائي بطوله العربيه. فعشان كده دايما بقول لك لعيبه النادي الاهلي قدرها ان هي بتوصل للنهايات، لان النادي الاهلي يعني كبطل معروف ان هو بيلعب على البطوله. فعشان كده اللعيبه دايما بتتعرض لاصابه اكتر من اي لعيبه تانية. وكل الفرق اللي بيلعبها كابتن بلال بتبقى مريحه قبله باسبوع. يعني مثلا هو بيلعب المصري مريح 9 ايام، الزمالك نفس القصه، لكن هو كل 3 ايام حاله التدوير. انا برضه عايز اكلمك في موضوع التدوير، يعني شايف تدوير النادي الاهلي في اللعيبه، هل هو كان الحل الامثل لتخطي كل هذه العقبات؟ اكيد. النهارده لما يكون عندي برضو 30 لعيب موجودين عندي في الفريق، لابد ان انا استخدم يعني على الاقل 25 لعيب او 22 لعيب من ال 30 اللي موجودين عندي النهارده، وهيحصل اجباري او اختياري. يعني طبيعه الحال النهارده انت بتدور في مين؟ النهارده ايمن اشرف كان موجود باك ليفت، النهارده لعبت ستوبر، لعبت مدافع. محمد هاني ما كانش موجود، النهارده اضطريت ان انت تحطه برضه قلب دفاع عشان خاطر تعوض بيه بعض الاصابات. فالتدوير اللعيبه في الملعب مهم جدا جدا جدا، انت ممكن تغير لعيب او اثنين لعيبه كل مباراه، مش هيقلل من امكانيات الفريق الفنيه. على فكره لو كابتن حسام مثلا غير، هو حصل هو عمل الكلام ده في المباريات الاخيره، ابتدى يغير لعيب، ابتدى يشيله، ابتدى يحط، ابتدى يلعب مره السوليه، مره يلعب حسام عاشور، مره عبد الله السعيد يغيره من نص المباراه، مره يلعب وليد سليمان، مره يحط مكانه حمودي، مره اسلام محارب، مره ينزل مؤمن زكريا، مره يحط اجاي. فالنهارده الكابتن حسام ابتدى طبعا يحس طبعا بالاجهاد اللي عند اللعيبه، ابتدى يغير ويدور في اللعيبه، والاهلي لم يفتقد بريقه. هل تباين، يعني يمكن في انخفاض بعض الشيء في مستوى اجاي، هل سبب الاجهاد؟ اجاي بقاله فتره يمكن بعيد عن التدريبات، بعيد عن النادي الاهلي، ممكن يكون ده سبب من ضمن الاسباب برضه، ان هو يعني بقاله فتره ما بيشاركش مع النادي الاهلي، طبيعي جدا مستواه انخفض، معدل اللياقه البدنيه اكيد طبعا قل شويه. هو الاحتكاك كان قبل فتره الراحه اللي خدها كان الوحيد اللي بيشارك في كل ماتش بالظبط، كان اجاي الحقيقه ما كانش كمان بيغير، كان هو يعني العامل الاساسي في كل المباريات، اللعيب اللي كان بيشارك في كل حاجه، امكانياته مجهود رائع جدا. جاي من اللعيبه اللي عندها مهارات عاليه قوي، يعني ان هو نزوله في الملعب كمان ممكن يعني يخليك تلعب باكثر من شكل واكثر من طريقه. لعيب يلعب فرود، يلعب تحت الفرود، يلعب ناحيه اليمين، يلعب تحت الشمال، تقدر تستخدمه حتى في بعض الاوقات. كابتن حسام بدر لو تفتكر في مباراه النجم هناك كان بيستخدمه بلاي ميكر، واجادها بشكل كويس جدا. فجاي من اللعيبه المؤثره، لعب 10 فعلا في ماتش النجم وماتش الترجي، عملها بشكل كويس جدا جدا جدا، كان بيلعب من تحت الفرود، عملها بشكل رائع جدا وادى فيها بشكل جيد. فده لعيب ممكن يغير لك طريقه، ممكن يغير لك اسلوب لعب، فلعيب مهم جدا ومفيد. هل لايق مع وجود اثاره ان انا عندي لعيب عنده سرعات عاليه قوي وعندي لعيب كوره حريف قوي، يكملوا بعض؟ طبعا طبيعي طبيعي جدا. يعني النهارده لما يكون عندي لعيب عنده سرعات وعنده سبرنتات، النهارده رونالدو كان بيلعب مع راؤول الاثنين مع بعض، يعني ده عنده سرعه ومهاره عاليه جدا، والتاني لعيب هداف بيعرف يسجل وعنده امكانيات وعنده مهارات عاليه جدا. لا طبيعي، يعني على حسب برضو المدير الفني عايز ايه من المباراه، وعلى حسب تشكيله المدير الفني والتكتيك اللي بيلعب بيه. النهارده كابتن حسام بدري بيلعب 4-2-3-1، بيلعب احيانا بتتحول ماس، ممكن تتحول 4-3-3 في بعض الاوقات، في حاله الدفاع ممكن تتحول ل 4-5-1، يعني على حسب الطريقه اللي بيلعب بها المدير الفني وهو عايز ايه من المباراه، وعلى حسب برضو امكانيات الفريق الخصم اللي قدامك. النهارده في مباراه الزمالك بقول لك ادارها بشكل رائع جدا كابتن حسام بدري، ان هو كمان الاثنين اللي بيلعبوا تحت الفيرود او اللي مع الفيرود اللي هو وليد سليمان ومؤمن زكريا، ما كانش بيخليهم ينزلوا لل 18 بتاعه النادي الاهلي، لان هو عارف ان في مشاكل كبيره جدا عند دفاعات نادي الزمالك الاثنين اللي على الاطراف. عشان كده كان دايما يخلي وليد سليمان بيلعب من قدام، يخلي مؤمن زكريا بيلعب من قدام، وقدر ان هو يسجل منها 3 اهداف. قدر ان هو يسجل الهدف الثالث، لو شفته هتلاقي وليد سليمان والهجمه على النادي الاهلي، وليد سليمان واقف فيرو الثالث ناحيه الشمال. نعم، قدر ان هو يعمل كاونتر اتاك على طول، ازاره بقى في المساحه ايه اللي حصله. هو ده التكتيك اللي بقول لك عليه، المدير الفني ازاي يقدر يستفيد من امكانيات اللعيبه اللي بيلعب معاها في الملعب. طيب النادي الاهلي عنده ماتش طلاع الجيش، الماتش القادم طلاع الجيش في المركز الثامن عنده 25 نقطه، النادي الاهلي خلف النادي الاسماعيلي 39 نقطه، عنده لقاءين، النادي الاسماعيلي لعب 18 لقاء تعادل مع الاتحاد السكندري سلبيا. هل ماتش الجيش فرصه للنادي الاهلي لاعتلاء عرش الدوري مره اخرى؟ هو انا بعتبر ان النادي الاهلي هو خلاص يعني تقدم خلاص الهدف ده الهدف اللي بنتكلم عليه. بص وليد سليمان لو يعني هترجع هي تتعاد يعني لو شفت وليد سليمان واقف فين، هو ده اللي انا بكلمك فيه. يعني الطريقه دي
في الحالة دي كان النادي الأهلي كان وليد سليمان بيدافع، يعني ده الطبيعي إن وليد سليمان يبقى ورا. بص وليد سليمان فين؟ وليد سليمان بيلعب فيرو الثاني أو فيرو الثالث. بص مكان وليد سليمان فين؟ ده بقول لك إزاي تستغل إمكانيات اللعيبة بتاعتك، وده وليد أزارو طبعا حطها بشكل لا، والسرعة بقى ما حدش حصل. طبعا سرعته طبعا لعيب سريع ولعيب قوي، لكن أنا بكلمك في وليد وتوظيف كابتن حسام البدري لوليد سليمان في المواقف اللي زي كده، ده الطبيعي جدا. الطريقه اللي بيلعب بيها كابتن حسام ان وليد تلاقيه بيدافع، وخاصه ان الكره من ناحيه الشمال، يعني ده وضع طبيعي. لكن كابتن حسام البدري طبعا والتعليمات بتاعته، وان شايف ان في قصور كبير جدا على نادي الزمالك في الحته دي، اللي هو الحته اللي من ورا الباكين، فتعليمات لوليد سليمان ان هو يلعب من ورا الاثنين الباكين. سريعا ماتش الاهلي وطلع الجيش يا كابتن موجود. الاهلي وطلع الجيش، طلع الجيش مع كابتن حلمي طلال ماشي بشكل كويس، بيأدي مباراه بشكل رائع جدا. هو كابتن حلمي طولان الحقيقه بيلعب بتوازن كبير، او بيميل الى الحاله الدفاعيه اكتر، ان هو بيلعب على الهجمات المرتده دايما الجيم مقفول. ممكن الاهلي في بدايه المباراه يلاقي صعوبه شويه في نص ملعب طلع الجيش، الامور مش هيلعب جيم مفتوح طبعا اكيد مع النادي الاهلي، بطبيعه الحال ما فيش فرقه بتلعب جيم مفتوح مع النادي الاهلي، لكن هو كابتن حلمي طولان بالاخص يعني هو بيحب كده، بيحب يلعب جيم مقفول، بيلعب على الكاونتر اتاك في كل حاجه، بيعتمد على الثلاثه اللي بيلعبوا في الخط الامامي على سرعتهم، هم بيقدروا صلاح امين طبعا ان هم بيقدروا يستغلوا سرعتهم. فالنادي الاهلي عليه المباراه دي انه يلعب بحذر شويه دفاعيا، لان برده الثلاثه اللي موجودين في طلائع الجيش ثلاثه لعيبه مميزين. صلاح امين مميز جدا، سجل هدف في نادي الزمالك كان هدف رائع جدا، لكن مع استمراريه الوقت اعتقد الاهلي هيبقى عنده تفوق. طب هل التعادل اللي حصل في الدور الاول دافع النادي الاهلي انه يحقق الفوز في هذا اللقاء؟ لا، الاهلي الدافع الاكبر انه خلاص لو كسب بكره هيعتلي قمه الدوري العام، يعني هو ده النادي الاهلي لو حصل كده بكره ان شاء الله هيعتلي قمه الدوري العام. ومن المعروف طبعا الاهلي لما بيصل لقمه الدوري ما بينزلش تاني من على القمه، فالمباراه دي هي مباراه الحصول على المركز الاول، والاهلي لو وصل المركز الاول اعتقدش ان هو هينزل تاني باذن الله. كابتن احمد بلال شرفتني ونورتني، شكرا لك، تسلم، شكرك، شكرا. ده كان لقائنا مع واحد من كبار هدافي الكره المصريه، واحد من ابناء النادي الاهلي، الواحد صراحه بيبقى سعيد انه بيستضيفه مع حضراتكم. بعد الفاصل زميلي محمد فاروق وعنده لقاء مهم جدا، وكل كواليس النادي الاهلي في دبي هتلاقوها مع حضراتكم في استاد الاهلي. اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حديد. هي فكرة وكان معدها أساسها الانتباه، وكل فرد فيها